كوكو، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، شنو كتعاودوا؟ المهم اليوم بغيت نشارك معكم واحد الفيديو، ماشي من الخارج، من الداخل. يعني بغيت نوريكم لابارتمون من الداخل، يعني كي دايره باش تاخذوا واحد الفكره بالنسبه الى قررتوا تجيو شي نهار. يعني المهم هذا الباب ديال برا، يعني كيكون كوم سا الباب ديال لابارتمون، سي كوم سا. المهم كتدخلي كتلقاي طواليت، طواليت سي كوم سا، يعني كتلقايهم حاطين لك بابي جينيك حاشاكم، كتلقاي يعني بوغ توت لا سمان، فهمتي؟ كتلقايهم تما، هاديك راه ديالتي انايا، كتلقايهم تما. المهم طواليت كاينه هنا، تديوش على هادشي، هادشي لان كيقول لك دوك لي دغا ولي سيرفييت وكاع داكشي اللي استعملتي، كلشي قبل ما تمشي هزيه وحطيه ليهم فواحد البلاصه، غيجيو يهزوه هما باش يعني تخلي لهم كلشي مجموع. هنا انا حيدت لي دغا، مي مازال ما حيدتش كلشي، دابا كنجمع ليهم باش نحط لهم داكشي ديالهم هنا. المهم كتلقاي ثاني هنا هذا على ايطاجير، زعما باش ديري فيه لي فاليز، المهم فاش كتجي تحطي فيه ديري فيه اللي بغيتي، فهمتي؟ المهم اسباس على حساب يعني ترونجي تما، يعني تقدري ديري شي حاجه. سي بون طواليت سي بون. هنا اكوتي كتلقاي واحد يعني بتي شامبر، انا دايره فيه داكشي ديالي، ماما تما دايره لك علاقات، فهمتي؟ انا تما دايره لي شوسور، قالت لي صبرتي لتحك غادي نلبسها في العشيه. المهم هنا تخزني داكشي ديالك، فهمتي؟ التخربيق، المهم فهمتي تخيبيا. المهم هنايا تاني كتلقاي طواليت، لا الدوش. المهم هنا كتلقاي لي سيرفييت، يعني مهلي، كتلقاي لي سيرفييت حاطين عرام، فهمتي؟ يعني المهم هنايا مرايا، المهم هنا دوش، ودوش هذيك راه واحد لغم، يعني بحال دابا نسيتي الدوش شاعل، نسيتي الماء مطلوق، كتصوني عندهم، فهمتي؟ كتعلمهم بان الدوش راه الماء كيمشي بوحدو، كاين اللي ينساه ويطلع للجبل، فهمتي؟ ويبقى النهار كامل غادي جو. المهم انا ديري لي هذا على حساب بيبي، هما اللي دايرينو. المهم لافابو هذاك جمعت هذاك الشيء ديال الطقشقيش ديالي، راه خليت شي حاجه على حساب شي حاجه خفيفه ديال اخر لحظه. المهم هذا هو الدوش، فريمون زعما سي بيان بالنسبه ل طفيو الضو لا لي ضايع، تري بيان. ابري المهم هادو كيكونوا في هاد الكولور، واحد الكولور كاين هنايا، سي بون. هادشي فيه سميتو، عاد كتدخلي هنا لابارتمون اللي كتلقاي فيه باب، يعني تقدري تسديه تقدري تحليه، يعني عاد شوف، يعني كتلقاي انايا عندي جوج وليدات وبيبي، لقيتهم عطاوني ابارتمون فيها شوف جوج ناموسيه فيها دو بلاص لتحت لتحت، كيعطيوك لي دغالو سيدة، انا راه هزه وساده ما وسيد ديال هادو ما جاهم مليحك، انا كنبغي شويه العلو. كتلقاي حاطين لك كفرليات، شتي؟ كفرليات كفرليات، يعني كل ناموسيه ديالها، لقيتهم وجدوا لي الناموسيه ديال البيبي. المهم من عامين لتحت كيوجدوا لكم هاد الناموسيات هادو، من عامين لتحت ها كانوا حاطين ليا هنا، انا دخلت هنايا باش دير ليا لسباس. المهم تما بتي رونجمون، هنا تاني جوج ديال الناموسيات، يعني تاني فيهم دو بلاص، فهمتي؟ حتى هما بالوسيد بالكفر لي، فهمتي؟ يعني الغطاء زعما ما تخافوش، مع ان كاين زعما السخونه هنا، زعما بالنسبه للناس اللي كتجي دير سكي راه هنا، يعني كاينه زعما كاين الشوفاج وكاينه سميتو زعما ابخي زعما فريمون. المهم وبالنسبه في الليل الا بغيتي تسدي على الاولاد دايرين هذا، سي بون كوم سا، شفتو؟ صافي كتسدي عليهم، هو هذا ريدو زوين، هذا الريدو زعما فنيون، ما كيدخلش الضو نهائيا، وصافي لو بغيتي تحلي كتحلي، يعني شفتي كي داير فريمون زوين. المهم
كتدخلي هنايا زعما الصالون، ديري لك التلفازه طبيله. المهم ما تديوش على داك الشيء، داك الشيء راه داك الشيء كان جمع ديريك تما واحد البوفه على حساب الكليس تما، فهمتي طبيله؟ انا الرضا ضعيف ماشي تابعيني. المهم هذاك الشيء ديال سميتو الماكله زعما ماشي كنجيب حك ابخي الدراري كيقولوا لك درنا الجوع ولا فهمتي، يعني كنجيب شي حاجه نحطها هنا حيت ابخي يقول لك درني الجوع ولا، ديما كتكون عندي شي حاجه انا يا ربي اسمح لي كلو ما كلوش كرمه يا ربي اسمح لي شنو غدير. المهم البالكونه لابارتمون ديالي جات لتحت لان جات حدا لابيسين، لابيسين انا كنشوفهم من البالكون وي بالكون صايب الشرشم صافي طبيله. كريسي مرايا، المهم هنا كاينه بوفه، هنا كاين بيتي فوطوي، من بتي فوطي يعني على حساب تجلسي ديري لك بوفه هنايا، ديري لك بوفه هنايا فهمتي، يعني فريمون سي بيان يعني فهمتي كت يعني ديري لك بوفه تفرقين زعما فهمتي، يعني باش حتى ما كفاكش الفوطي تجلسي تما، مي سي بون فريمون يعني خفيفه ظريفه زوينه زعما عجبتني صافا، يعني واخا كتبان صغيوره مي باش عجبني فيه فيها بزاف كاين ما تخزني. المهم ابخي ديري لك هاد الماريو هنايا هنا في الصاله، انا راه جماعه راه كان عندي هنا تبارك الله وصلات النبي راه خازنه دابا هادشي حاطه ديال الغدا يعني الديبار باذن الله فهمتي، كنوجد الحوايج اي حاجه فهمتي. المهم هادي اللي غنلبس في العشيه، هادو اللي غنلبس غدا في الصباح ان شاء الله الا كتب الله سبحانه وتعالى، هادوك لي كوش صافي، وهادوك المانطات كتلقايهم مجدينهم لك يعني بالنسبه على درك البرد كتجيب دي مانطه فهمتي، انا كاع ما قصتهم. المهم هادو لي كادو بديت كنشري لان ضروري تدي دي سوفينير. المهم هادوك خلاص لي شيز جاولي هادوك على حساب على حساب الطريق باذن الله. المهم بغيتي تخليه ما بغيتيش بحال الشكل ديال البيت صافا سي فيرمي، شتي كتسدي زعما هاد الماريويات جاوني بحال الشكل ديال ايكيا، هاد الستيل هذا كنشوفه في ايكيا فريمون زوين زعما خفيف زعما فني وانا عجبني بكل صراحه، وكيهز بزاف زعما راه ماشي تشوفو بحال هكا زعما وتحقرو، والله حتى كيهز بزاف. المهم ها ماريو ابخي نشوفو الشومبر الكبير. المهم بالنسبه للشومبر الكبير كيديروا لكم ناموسيه كبيره ديال دو بلاص، المهم كيديروا لكم واحد الطبيله تما، المهم الشارجور وكذا لو ترجي في الليل الضو فريمون، هنا داير لك المهم طابله كريسي الا بغيتي تجلسي زعما وتقاودي مع الطبيعه باش تبقاي تفكري شنو غادي بروغرام ديال الغدا وما ديش على هادشي ديال الحليب والصاك، المهم ما علينا راكم عارفين. المهم فريمون كتجلسي هنا وكتبقاي تشوفي زعما الطبيعه فين ما مشيتي كتشوف هادوك اللي ليها راه بارطمانات اخرين مع هاد الكلوب بنيت فهمتي، يعني ما هو راه ماشي عباره على باطيمه وحده، عباره على باطيمات متفرقين فهمتي، يعني ماشي ديري داكشي ديال 7 ايطاج ولا 10 ايطاج فهمتي، يعني نو دي بيتي ايطاج هنا فريمون كوم سا سي فريمون سي جولي. وهذا حتى هو ها نتوما كتشوفوا هنا كتسدي هذا ما يدخلش الضو، يعني فريمون هاد لي غود هاد لي غيدو هما اللي دايرين، بغيتي تخلي تخلي بغيتي تحلي بغيتي تحلي هنايا بغيتي تسدي فريمون سي بيان. انا كنسد فريمون ولا حليتي مخيره مي اختي شنو ولا ناري غير حليت هذاك الناريات وهما يدخلوا تبارك الله والصلاه على النبي بلا عراضه، قلت لهم رجعوا رجعوا. المهم هنا كيديروا لك مانطه ثاني فهمتي باش الا بغيتي مانطه انا كنقصتها فهمتي. المهم وديري لك ثاني هنا ماريو ها راه غير خويت الدنيا المهم ماريو. المهم هادشي ثاني شي حوايج المهم هادشي بقى. المهم ماريو على حساب لي رونجمون فريمون انا عجبتني بهذا الشيء ديال فين تخزني، يعني لي فاليز ديري بحساب الناس كيجيو كيجيبوا لي فاليز فهمتي، تقدري ديري حتى الفوق الباليزات ديالك وداك الشيء فريمون في المستوى، يعني صغيره وظريفه وداك الشيء خفيف ظريف مرايه بالنسبه راه بغيتي تشوفي الحاله. المهم المهم هذا مكان درت لكم بسي دور في لابارتمون، يعني كل حاجه بالباب ديالها زعما بغيتي تسدي الباب بغيتي تسدي الباب بغيتي تخليه محلول
انا غير ديك البوفه حابسه، لان تبارك الله وصلت عندي تقول محطه هذه والله تا محطه تقولي رحله، يا ربي السلامه. المهم هذا مكان، المهم كنتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ما غنبقاش نقول لكم ديما ديروا لي ميجان. المهم هذا مكان، المهم تهلاو في راسكم، ندير لكم فيديو جديد، يلا بيزو، اوفر اوفر.